عمرو محمود ياسين بيرفض تقديم السيرة الذاتية لوالده، وقال لو كان عايش ما كانش هيحب سيرته تتعمل فيلم أو مسلسل. ولما سألوا الصحفيين عن السبب، لأن أي ابن الفنان كبير زي محمود ياسين مثلاً يتمنى إنه يقدم التاريخ الفني لأبوه في عمل يعيش بين الناس، لكن المفاجأة إن المؤلف عمرو محمود ياسين كان عكس كده خالص، لأنه رفض بشكل نهائي وقال السبب إنه بيفضل إنهم يكرموا والده ويعرفوا قيمته، لأنه فنان كبير وقدم أكتر من 68 مسلسل و160 فيلم و10 مسرحيات، والأعمال دي كلها متنوعة وفيها أنواع كتير بين الوطني والرومانسي والدرامي كمان. وكشف ابن الفنان محمود ياسين انه ابتعد عن التمثيل بسبب والده، لان الناس كانت بتقارنه وبيقولوا عليه ما بيعرفش يمثل، علشان كده قرر يسيب التمثيل ويتجه للتأليف. وعلشان هو عارف قيمة والده كويس، عايز الناس تعرف قيمته وتكرمه. فهل انتم متفقين معاه اننا لازم نكرم الفنان محمود ياسين، ولا نعمل له مسلسل سيرة ذاتية بيحكي عن قصة حياته؟ ده سؤال ليكم، مستنيين ردكم عليه في الكومنتات. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جاية كتير ومفاجآت أكتر من نجوم الفن.